يعني هذا التقرير بيلخص في عجالة القيمة والحجم الصحفي والإعلامي للضيف الكبير. على المستوى الشخصي أنا واحد من عشاق أسلوبه الساخر الجميل، خف الدم، بس بيقول إيه خف الدم لكن مظبوطة في الثمانينات، يعني مش أي كلام. يعني مش الكتاب اللي عامله ده كان قبل 25 يناير طريق لقصر العروبة، الطريق إلى قصر عروبة. يعني الراجل صاحب أيضا عنده وجهة نظر وبيشوف الأحداث وبيقيمها. بس أهم حاجة ما جاتش في هذا التقرير إيه؟ إن أنا أهلاوي. أنت قلتها بقى. يعني لا الحقيقة يعني أيا كان انتمائك، اللي زيك إحنا نتمنى يكون وجوده معانا، لأنه بيبقى صاحب كلمة رشيدة رصينة لها عمقها، وده اللي يعنينا. صحيح. إحنا صحيح. نشجع مع بعض لكن يعنيني من الضيف انه يكون كلامه يخش القلب ويصدق. انت كده خلينا نقول برضو الواحد قاعد على كرسي الاعلامي او مقدم البرامج هو لا ينتصر للاهلي او للزمالك، هو بينتصر في هذا المشهد للبلد اللي هو بينتمي ليها. فاذا اي حد جار على اي نادي سواء الزمالك الاسماعيلي الاهلي، الواحد على طول هيستنفر ويدافع عنه. يعني انت متخيل لو حد في مشوار اي نادي مصري بيتعقب هذا النادي عشان يزرع له الاشواك في طريقه، كنا هنستنكر هذا جدا، لان هذا لا يليق. بدون ذكر اسماء ولا مواقف، حصل ده من 3 سنوات يعني، وكلنا استنفرنا علشان دي مؤسسه رياضيه وقلعه كبرى ولا ينبغي الهجوم عليها بهذا الشكل او العبث بيه. وانا برضه يا محمد بيه، أنا رسالتي النهاردة مش محلية، أنا رسالتي لكل الأشقاء في الوطن العربي والقارة الإفريقية. إذا كان في فرصة يستمعوا إلينا، خلي بالكم تيك كير، احذروا كل ما يبعث إليكم، لأنه ليس دائما بريء وليس دائما يعني شريف المقصد. خلينا نوجه رسالة إلى الجماهير المغربية الشقيقة اللي هي بنعشقها. كنا نروح والله يا أستاذ محمد، بس الأول عايز أقول دي فضل. وتيجي تكلمهم ساعات الواحد لما يطلع بره لسانه يتعوج عشان يفهم أهل البلد. أخي مصري احكي مصري، احكي مصري، بيحبوا اللهجة، بيحبوا يعني. هناك علاقة قوية جدا على المستوى حتى الدولتين، على مستوى القيادتين، مش وليد اللحظة، ده وليد سنوات طويلة جدا. العلاقات المصرية المغربية علاقات قوية. عايز أقول لك ده من أيام الملك الأب الملك طبعاً. الحسن. وغير كده كان بيرعى أيضا ويدعم القوة الناعمة للدولة المصرية يعني في الفن مثلا. ما هو الفن لا له صوالات وجولات. عبد الحليم له أغنية شهيرة غناها باللهجة المغربية. اللهجة المغربية باللبس المغربي. فاحنا عايزين نقول للشقيق المغربي اللي بيشوفنا، هذه مباراة كرة قدم لن تزيد على انها مباراة كرة القدم. ما تصدقش اي كلام يتقال. والفائز سنبارك له، واللي لن يحالفه الحظ هنقول له حظ افضل. حصل ده بالمناسبة مرتين الاهلي كان بيوصل لنهائي كاس افريقيا ولا يفوز، ما كناش بنقيم الدنيا ونقعدها بهذا الشكل. ثم اللي احزنني اكتر ان ياتي ده من مواطن يحمل الجنسية المصرية هو ده، ويضرب بها مصريين. هل انت ما خفتش على المستوى الانساني على ارواح اللعيبه المصريين والجهاز الفني وانت بتبعتهم وبتزود حنق الجماهير المنافسه المغربيه؟ هو ده بالعكس، يعني ده بيكرر التجربه بنفس الاصرار. المحليه بينقلها خارج حدوده دلوقتي.